ثم ماذا ذي رسالي؟ وانتهى رقم الصفر من كل المعادلات الرياضية، وصارت الأرقام كتير 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 صغيرة. يعني إذا الواحد حسبها وصفن فيها وحط واحد وقدامه ست صفار يصيروا ألف. أما بعد موت الزير سالم إذا حط ألف وست صفار بيرجعوا واحد. كيفك عزة؟ ما بقدر جاوبك، لأنه هي بدها حل على الدلتا أو بالتحليل المباشر لشوف النتائج. بعدين إلا كيفي حسب المعطيات، لأنه هي كمان لها تأثير كتير كبير. عرفتني. أنا رفيقة أختك هنادي. سكرت لهنادي. هنادي مو أختي. هنادي من بني سويف. هنادي هي اللي طلبت دم الزير سالم. بس أميركا ما رح تسامح. هلا عم تجهز من كل رجال قبيلة، وبدهم يبعثوا جيش من البغال. هلا لا تشغليني، أنا مشغول كتير، مالي فاضي لك. هلا حسب التوقيت صار وقت الأذان. ليش أنت بتصلي؟ بدي أدن. ايوه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عزام أخي وأنا كنت هربانة منه من الضيعة من زمان ولما كنت قاعدة أنا وياك بالمطعم وشفته تلبكت وخفت إنه يعرفني بس بعدين شفت وضعه سألت عليه كتير وشفقت عليه